هل صحيح مسألة المواد اللي بتستخدم في فرد الشعر هل فعلا انها بتسبب السرطان زي ما البعض بيقول؟ دي حقيقة علمية. حقيقة علمية؟ وانا عايز احذر الناس والله كويس قلت لي. يعني كمية فرد الشعر بتكسر الشعر وتقصفه وتحرقه وتوقعه بشكل غزير، لكن الاخطر ليه الاخطر حضرتك؟ او ليه بتسبب السرطان؟ لان فيها فورمالين. في ناس تطلع تقول لك لا ده الشركه كانت بزيرو فورمالين وخالي من كنت لسه اقول لحضرتك مستحيل بيقولوا خالي من كذا مستحيل يبقى خالي من الفورمالين. ليه؟ هو اللي بيحصل ايه؟ الشعر بتاع الانسان دون عباره عن سلسله من البروتينات جنب بعض، عامله سلسله ماسكه ببعض، اذا كانت لازقه في بعض كده هتبقى شعر مفروده، لو المسافه واسعه هتبقى الشعر مموج، لو واسعه قوي الشعر يبقى اكرد. فاللي بيحصل في كريمات فرد الشعر انا بجيب بروتين وادخله في المسافه دي فخلاص كده ايه اتفردت. مظبوط، عشان كده كان اسمه بروتين او كيراتين. اتفرد. طب انا عايزها تفضل مفروضه 6 شهور مهما غسلتها ما تتفكش، يبقى لازم احط ماده تحفظها. مظبوط. ايه اكتر ماده بنستخدمها في حفظ الجثث؟ الفورمالين. تحفظ فيها جثث السنين طبعا، فلازم اضيف فورمالين. طب لو ما حطيتش فورمالين اول ما اخش اغسل شعري اتفكت وقع البروتين، يبقى ده يعمل او تعمل تيست، لو الشعر بعد ما حط الماده رجع زي الاول يبقى ده ما فيهوش فورمالين. مفيش فورمالين. ولو لكن لو فضل زي ما هو مفروض يبقى فيه فورمالين، و100% هيبقى فيه فورمالين لو فضل، لان هي راح عشان تفرد شعرها. طبعا. طب تعرف ازاي اذا كان لابد من اصل؟ هو الموضوع مرتبط في بعض، اخد راي حضرتك برضو، في بعض الاسر بتعمل ده لبناتهم الاطفال الصغيرين، البنت صغيره خالص ابتدائي. دي جريمه دي بالنسبه لي، بتعمل لها ده بالكيراتين عشان البنت ما شعرها ما يبقاش اكرت، ولو انه حلو والله جميل يعني. دي حضرتك جريمه طبيه، دي كرايم، جريمه طبيه، جريمه. ده في اسر بتعمل ده مع بناتها الصغيرين، ما هو بيرجعوا يندموا بعد كده. بيعمل ايه ده؟ الفورمالين ماده مسببه للسرطان. هو اللي بيحصل ايه؟ الناس هتلاقيها اللي سامعاني دلوقتي عارفه، لما بتروح تفرد شعرها في المحل بتاع الكوافير بتلاحظ ان في ريحه نفاذه جدا بتشمها، ده بخار الفورمالين اللي ناتج مع عمليه الفرد. فاحنا بنشمه. أيوه. فبيخش عن طريق الجهاز التنفسي جوه الجسم، فماده مسببه للسرطان داخلي. حتى مش يعني سرطان لفرمه الراس. معلش يا دكتور، يعني انا لو في عند الحلاق واللي جنبي بيعمل فرد وكلنا خطر عليك، وده بيعمل ريحه واحنا موجودين في صالون الحلاقه، خطر على حضرتك خطر. وعلى اللي قائم بالعمليه وعلى الشخص نفسه، بيسبب سرطان. طبعا ده كان مش بتاعي، ده كان من العلم. ده دي عاده بنشوفها على طول دايما في صالونات الحلاقه رجالي او حتى الفرد يعني. للاسف الناس ما بتسمعش الكلام الا لما الفاس تيجي في الرز ما بيقولوا. فاحنا فرصه، برنامج سيادتك عليه مشاهدات عاليه جدا، فانا بقول للناس ارجوكوا بلاش كلمات فرد الشعر رجاله وستات. الناس هتقولي طب البديل ايه؟ السشوار العادي، البيبيليس، الفرد بالمكوى ارحم، مش على الاقل مش هيجيب سرطان، مش هيجيب مرض يعني، هينشف الشعر مش مشكله، حط عليه كريم مرطب، انما ده بديل. يبقى الناس اللي شعرها خشن وعايزه تفرده تعمل السشوار او تعمل بيبيليس اللي هو طيب بالنسبه للاطفال، لان في اسر تاني بكرر ده وانا اسف يعني بتعمل ده مع اولادها، فهل في كريمات معينه ممكن تطيل شويه فتره مرونه الشعره او ترطيب الشعره؟ في كريمات ترطيب. ترطيب انما ما تفردش خالص، تفرد يبقى نروح للكيراتين والفورمالين، يبقى دخلنا في وده حضرتك قلت خطيرة. جريمه طبيه يعني، والله جريمه من الام في حق بنتها يعني، دي جريمه صحيح لانها بتاذي بنتها. انا عندي فيديو انا صورته في عيادتي، كنت انزله على صفحتي، لاب وام كانوا جايبين بنتهم تقريبا ما عندهاش شعر، وموجود على صفحتي لغايه دلوقتي عامل 1.5 مليون مشاهده. فانا قلت للام بصي انا هستاذنك، ممكن انت تقولي كلمه للناس؟ لان انا كدكتور برضو يعني اقول لك الدكتور بيقول كده، بتفرد شعر بنتها بالكيراتين. فبقت تقول هي وهو جوزها ومش مخبيين صورتهم، بتقول لي ايوه انا بكلم الناس، دي بنتي وانا عملت جريمه في حقها. بنت عندها 8 سنين. البنت حصل لها ايه؟ تقريبا جايه شويه شعر الفاضيين في راسها قد كده، شويه شعر قد كده، ووريتني صورتها قبل، شعرها تقيل. فقالت لي فردت شعرها حضرتك بعد 2 3 شهر المنظر اللي انت شايفه. فده بسبب فرد الفرد ده البروتين. للدرجات ممكن يؤدي لسقوط شعر غزير. غزير. غزير.
وممكن التأثيرات الضارة ما تبانش من أول مرة، بعد ما فرد مرة أو اتنين أو تلاتة يبان على حسب قوة الشعر من الأساس. يعني لو حد شعره ضعيف مش هيستحمل، طبعا الشعر قوي ممكن يستحمل شوية.